يا اهلا بيكم. الفيديو ده هنبدا ان احنا نتكلم على لو جالي عمود في نص ريسبشن او في مكان معين او في نص فراغ او في اريا معينه موجوده في الفراغ، ازاي ان انا كافكار بقى ازاي ان انا استغل العمود دوت بحيث ان انا اعمل ديكوريشن ايتمز ليه. احنا جمعنا شويه صور كده دوت علشان نتكلم على الجزئيه ديت. اول حاجه لو بصينا هنا في الصوره الموجوده، انا ممكن ان انا اخلي العمود دوت يكون جنب البار مثلا، لو هو جنب البار اعمله كله مرايات، فانا عملته بمرايه وبس، درجه المرايه نفسها ما تبقاش المرايه الفاتحه، لا ممكن ان احنا في درجات مختلفه من المرايات، المرايات اللي هي تبقى مديه على اسود او مديه على بني، فتبدا انها تعمل ماتشنج مع اللي حواليها. يعني لو بصينا هنا هتلاقي المرايه ديت عامله ماتشنج مع الارضيه الخشب، فمديه نوع من انواع الهارموني ما بين الديزاين وبعضه، وكمان احنا مستخدمين الخشب في اجزاء تانية وعاملين فريم المرايه بنفس اللون اللي هو البني، فكل الحاجات ديت مديه هارموني مع المرايه. لو انا عملتها مرايه سوليد صريحه كده اهوت ممكن تبقى باينه انها شكلها بايخ، لكن لو اتعملت بالالوان ديت وبالتفاصيل ديت ممكن انها تدي احساس مختلف تماما واحساس ريتش في السبيس بتاعنا بشكل كبير. كمان لو انا عملتها بقى توتالي مرايه كامله، فمهم قوي ان يكون تنفع مع السبيس بتاعنا. يعني انا هنا مثلا المرايه توتالي مديه الاحساس، فكانها لغت احساس العمود، لغت احساس البلقايه اللي موجوده لان هي عملت انعكاس للي حواليها. بس مهم قوي ان يبقى في الحاله ديت استخدامات اللون الابيض، استخدامات الفواتح معايا، فده يبدا ان هو يدي انطباع شكل لطيف. كمان انها تكون عكس اللي حواليها، تكون انفايرمنت شكلها لطيف. يعني هنا هتلاقي اوبننجز كتير قوي، فده ادى وسع اكبر في السبيس، لكن لو هي تفاصيل كتير ممكن تبقى زحمه، فممكن ده يعمل دوبليكيشن، فلازم ناخد بالنا من الجزئيه ديت ان فيها تريكي شويه. لو حطينا مرايات على الاعمده فممكن ساعات بتبقى باينه انها كويسه قوي، وساعات ممكن الاحساس بتاعها هيفلت مننا، فمهم جدا ان احنا نشوفها كويس ونبدا ان احنا نجربها از 3D ونشوفها حوالينها بالديزاين شكلها عامل ازاي عشان نقدر ان احنا نحكم عليها بشكل مظبوط. فكره ثانيه ان احنا نديها ديفرنت كلر، لون مختلف تماما عشان ااكد اكتر الحاجه ديت، وابدا ان احط عليها ديكوريشن بسيط خالص. فالاحساس دوت بيبدا ان هو يبين ان ده مش حاجه وحشه في المكان قد ما هو اداني نوع من انواع الديكوريشن في السبيس، ف ان انا اغير واعمل اوبوزيت للكالر تماما. فدايما عندنا قاعده بتقول ان اوبوزيت اتراكت، فاوبوزيت اتراكت هنا في الحاله ديت هيبدا ان هو يشد عين الناس انها تبقى باصه على الجزئيه ديت. ومفيش مانع طبعا ان انا احط بقى حواليه اكسسوارز او جرينريز يبدا ان هو يجمل اكتر من الشكل بتاع العمود دوت. ممكن كمان برضو ان انا احط عليه بديل الرخام مع الميتلز، فبديل الرخام مع الميتلز بالشكل دوت يبدا ان هو يديني برضو انطباع بشكل لطيف، وفي نفس الوقت برضو هو مدي كونترست كبير ومدي ماتشنج مع الرخام بتاع المطبخ، ففي الحاله ديت هتلاقي الماتشنج اللي موجود بلس الديكوريشن ايتمز اللي محطوطه فيه مديها شكل لطيف جدا. في فكره تانية ان احنا نزود على العمود، يعني ممكن انا احط بديل الخشب مثلا على العمود وابدا ان انا ازود جنبيه زي ارفف، فيبان ان ده السبورت بتاع الارفف ديت، فاقدر ان انا اطلع فكره زي الفكره ديت او فكره الارفف اللي موجوده على اليمين ديت. هتلاقوا ان انا عملت داير ما يدور كلها بالارفف ورديت عليها في السيلينج بشكل لطيف، فبين ان انا قاصد ان العمود محطوط في الحته ديت عشان يكون سبورت للشلفز اللي موجوده حوالين العمود ده. برضو ممكن ان انا استخدمه از بارتيشن، خلاص بقى انا هفصل بيه مكان عن مكان تاني وهكمل البارتيشن يمينه وشماله بحاجه من الحاجات ديت، يا اما ازاز او ان انا اكمله بخشب بشكل معين زي الصورتين اللي موجودين قدامنا دول، فبيبدا ان هو يدي ديفرنت فيلينج في السبيس بتاعنا. كمان ممكن ان انا ابدا اعمل عليه ديكوريشن ايتمز ولايتنج سيستمز زي الخشب اللي نازل وهي اخره اضاءات بشكل معين وبارتفاعات مختلفه بالشكل دوت، او ان انا اعمل له تجاليد خشب توتالي برضو تبقى عامله ماتشنج وهارموني مع السبيس حواليها، فكل دوت هيبدا ان هو يدينا فيلينج لطيف جدا للسبيس ان انا استخدمت دوت وحطيت عليه ديكورات فعملته بقى اتراكتيف اكتر في السبيس بتاعنا، وكل ده هيبدا ان هو يفرق بشكل كبير جدا جدا.
كمان ممكن ان انا لو هو قريب من كيتشنت ف مثلا عايز عندي دايننج اريا فهحط العمود في وسط الدايننج اريا بتاعتي، وهو العمود ده هو اللي هيسبورت الخشبه مثلا اللي ماسكه الدايننج تيبل بشكل معين زي الصوره اللي على الشمال ديت. فكره قويه جدا جدا، وابتدتني احساس ان بدل ما انا العمود ده كان عائق بالنسبه لي، لا هو ضاف مع الديزاين فعمل جمله شكلها لطيف جدا. او ان انا استخدمه في وسط الكيتشن، ان نصه يبقى كيتشن والنص التاني يبقى بقيه الدايننج او الناحيه بتاعه الدايننج، وعليه ديكوريشن ايتم او ارت وورك، كل ده بيبدا ان هو يدي فيلينج لطيف في السبيس بتاعنا. ممكن برضو نستخدم العمود لو المنطقة اللي جنب العمود مش كبيرة، نحنا نعملها كأنها سيتنج اريا زي السيتنج اريا اللي هنا. في أوقات كتير جدا بلاقي لما أكون شطب شقة، أول ما تخش من الباب في اريا كده بتبقى داخلة لجوه بسبب عمود موجود طالع، فالاريا ديت ممكن نحنا نعملها سيتنج لحد يقعد يلبس الجزمة مثلا، أو إن هو وهو خارج بيعلق مثلا على الجزء الداخلي دوت الهدوم بتاعته أو الأكسسوار اللي معاه. فكل ده اقدر ان انا برضو استخدمه واستغل الحته الصغيره بتاعت العمود ديت انها تسبورت فانكشن ما كانش موجود في المنطقه دي. ده كده ببساطه جدا كل الحاجات اللي متعلقه، او مش كل الحاجات يعني، دي افكار احنا حبينا ان احنا نقولها ليها علاقه بالاعمده وعلاقتها بالديزاين. اي هوب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه هنا على اليوتيوب، ولو انت بتشوفنا على فيسبوك اعمل فولو للبيج على فيسبوك، وقول لنا في الكومنتس لو عندك اي افكار تانية حابب ان انت تضيفها، ولو انت عندك اي اسئله ليها علاقه بالانتيريور ديزاين ممكن تكتبها في الكومنتس وهنجاوبك عليها. بالتوفيق.